ليبيا بلا تطرف، كلمة قليلة تحتاج إلى مجهودات كبيرة لترسيخ التنوير والفهم الصحيح للدين. فكانت المنظمة العالمية للأزهر الشريف عبر دوراتها التدريبية للأئمة الليبيين ناقشت تداعيات الأوضاع الدينية هناك. بينا الحاجة الماسة لمحاربة هذه التنظيمات الدخيلة على الأمة الإسلامية وعلى منهج الأزهر الشريف والذي تمثله المدارس العلمية الوسطية في القديم والحديث. بلغ عدد الأئمة الليبيين الذين حصلوا على دورات تدريبية هنا في المنظمة العالمية لخريج الأزهر إلى حوالي 400 إمام. يبقى التحدي الأكبر الشباب الليبي الذين سبقوا أن اندرجوا وانضموا لهذه التنظيمات وما زالوا يحملون الفكر المتطرف أو الإرهابي. هؤلاء الشباب يحتاجون لهؤلاء الدعاة. إطار دقيق رسمته الورشة التدريبية للخروج بليبيا من أزمتها عبر التمسك بالمنهج الوسطي المعتدل ونبذ التطرف ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية للعمل على تماسك الدولة. الحمد لله تم افتتاح مكتب في بلدية وادي عتبة، ونحن الآن على قدم وساق في مواجهة تلك الأفكار الإرهابية الهدامة. نحن مع الوطن، نحن لليبيا. استفهمنا من خلال هذه الدورات حقيقة فعلا الأفكار الهدامة والأفكار المغلوطة التي أتت إلينا وشوهت ديننا الإسلامي، والتي يعني استقبلناها وفهمناها من هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف. اتخاذ المنهج الأزهري نموذجا يحتذى به في فهم النصوص الدينية هدف سعت إليه المنظمة لمحاربة الأفكار المتطرفة. الدور الكبير على هؤلاء الأئمة وهذه الدفعة الخامسة لعدد 50 إمام وخطيب ووعظ من كافة مناطق ليبيا، وقصدنا هذه الجماعات لأن الأئمة والخطباء لهم تأثير في الأواسط داخل ليبيا، وأن الفكر الأزهري هو الخلاص. لم يتوقف الأمر عند تدريب الأئمة الليبيين على مواجهة التطرف، بل سيكون لفرع المنظمة في ليبيا دور في إرساء المنهج الأزهري الوسطية عبر دارسيها. أيادي التنوير والمعرفة للمنظمة العالمية لخريج الأزهر تمتد للداخل الليبي عبر العلماء والأئمة لمجابهة الفكر المتطرف عبر نشر الوسطية والاعتدال. رمضان المطعاني، النيل. شرفنا النهارده في استوديو من القاهره الدكتور محمد عبد الفضيل، عضو مركز الحوار بالازهر الشريف، وهو ايضا المنسق لمرصد الازهر لمكافحه التطرف سابقا. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. هل مواقع الانترنت او الفضاء الافتراضي او السبيس الافتراضي، العالم الافتراضي ده، هو السبب الرئيسي لانتشار الأفكار المتطرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة. في الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، يعني من مواقع الإنترنت، سوشيال ميديا عموما، أو التواصل على الشبكة العنكبوتية عموما، هو زاد المشكلة حدة. المسائل المتطرفة واعتناق الفكر المتطرف موجود من الأزل، وكل دين يقرأ بشكل متطرف. هذا أمر طبيعي، هذا محور من محاور الشر الموجودة، حتى لو كان هذا الدين دين غير الإسلامي، أيا كان، أيا من الأديان، الدين المسيحي، البوذي، اليهودي، بيقرأ بشكل متطرف وبيتم استغلاله واستخدامه لاستقطاب الشباب لهذا الفكر المتطرف للقيام بأي أعمال إرهابية أو حتى لنشر فكر متطرف ما، حتى لو ما نتجش عنه عمليات إرهابية، بل نتج عنه إنشاء أحزاب يمينية متطرفة تنشر سياسة معينة في الدولة، سياسة كراهية، سياسة عزلة. هذا أمر موجود من زمان زي ما قلت لحضرتك. المشكلة أن تستخدم لهذه الأهداف وسائل جديدة، آليات جديدة، آليات عصرية، وسائل عصرية. زي ما كده حضرتك مثلا التلفزيون تم اختراعه لنوايا حسنة، أو زي كده القنبلة الذرية لما تم اختراعها لنوايا حسنة ثم يساء استخدامها. الفكرة كمان إن ما يكونش عندك يعني الناس اللي بتكافح هذا الفكر المتطرف ما تستخدمش نفس الوسيلة، فالمشكلة تزداد سوء وتزداد حدة وتزداد عمق. اللي بيستخدم الشر أو محور الشر
بيستخدم آليات جديدة، وسائل جديدة، عنده المال والعتاد، عنده الفكر، عنده هذه الأساليب، فيستخدم موقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب لإقناعهم بهذا الفكر. وحضرتك ما تستخدميش نفس الآليات. فإحنا ما بنقولش إن السوشيال ميديا هي السبب، ما بنقولش إن موقع التواصل الاجتماعي أو موقع الإنترنت أو أي آليات وأساليب حديثة هي السبب في انتشار الإرهاب. بنقول أن الإرهاب استخدمها، الإرهاب أساء استخدامها بمعنى أصح. لكن أو هل هي لها. طب هي دكتور، هل هي ساعدت في انتشار الإرهاب؟ طبعا يعني بلا شك. كانت عامل رئيسي في انتشار بدون الإرهاب. يعني بدون مواقع التواصل الاجتماعي، بدون الشبكة العنكبوتية، لم يكن للإرهاب أن يصل لهذا العدد الكبير من الشباب في العالم. احنا بنتكلم عن دلوقتي، بعد ما كنا بنتكلم عن طالبان، القاعدة، الإخوان، منظمات كثيرة متطرفة إرهابية متشددة متعصبة، أيا كان العنوان. بنتكلم عن تنظيم دولة، بنتكلم عن دولة، بنتكلم عن مدن، بنتكلم عن مدينة في هذه الدولة، مدينة إعلامية. بنتكلم عن الموصل، بنتكلم عن الرقة، بنتكلم عن مدن سورية بأكملها تقع تحت سيطرة التنظيم بأكمله. بنتكلم عن تنظيم إرهابي دفع الدول إنها تعمل تحالف لمحاربة الإرهاب، تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب، ده ما حصلش قبل كده. احنا شفنا آخر مواجهة عسكرية كانت شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على طالبان في أفغانستان بشكل منفرد تماما، طبعا وسط أيضا بعض أو كثير من الاعتراضات العالمية، لأنها لم تأخذ الآليات السياسية أو الأساليب السياسية المتفق عليها عالميا وهكذا. احنا بنشوف دلوقتي ان في تحالف عسكري من اكثر من دوله، مظبوط، يعني تقودها بريطانيا والولايات المتحده في سوريا وفي العراق لتحرير مدن باكملها من تنظيم. ده الشيء الجديد، ان التنظيم يستطيع ان يستقطب الاف من الشباب الاوروبي والعربي بل والاسيوي والافريقي لهذه المنطقه لانشاء دوله. هذا امر خطير. هذا الاستقطاب تم بناء على استخدام السوشيال ميديا، تم بناء على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. انا هظل يا دكتور اتساءل الحقيقه واتعجب، الاعداد اللي بتنضم للجماعات الارهابيه والعدد ده اللي خلق منه او حوله الى تنظيم، يعني تنظيم اكبر من جماعه، مجموعات، بعد كده بقت جماعه، بعد كده بقى تنظيم، دوله كمان بقى هم بيعلنوا نفسهم بيسموا نفسهم كده دوله. طب قد كده في اميه دينيه، لانه اي حد حتى لو ما كانش متدين كيف له ان يستوعب انه يكون في دين، ما بالك بقى كمان هو الدين الاسلامي، بيشرع قتل الابرياء. سيبيني اتكلم مش بس عن الاميه الدينيه، سيبيني اتكلم عن ثلاث اسباب مهم، عن مثلث ساعد هذه التنظيمات او هذا التنظيم الذي نتحدث عنه على استقطاب هذا العدد الكبير من الشباب. فضل. الضلع الاول ضحولة واهتزاز الوعي الديني العام لدى المسلمين في العالم كله. في يعني هزة كبيرة، في انحدار في البنية الدينية التوعوية للشعوب المسلمة. وراها البنية الإنسانية بقى. طبعا، وبالتالي البنية الإنسانية، لأن عندما نتكلم عن الوعي الديني نتكلم عن القيم الإنسانية. تمام. نتكلم عن تمسك ظاهري بالدين دون الأخذ بقيم هذا الدين، دون التفكير في هذا الدين، دون اعتبار هذا الدين أنه دين مفكر، دين عقل في الأساس، فأصبح هناك اهتمام بالظاهر. هذا هو رقم واحد، المثلث الأول. المثلث الثاني تراجع كبير جدا في قيام المؤسسات القائمة على توعية الناس بدورها المنوط به. مش بس بتكلم عن المؤسسات الدينية، بتكلم عن المؤسسات الدينية، مؤسسات تعليمية، مؤسسات ثقافية. بل وهناك أيضا من الأسباب تراجع للاهتمام بدور المحوري للشباب في كثير من الدول العربية والإسلامية في المقام الأول. ثم أيضاً الدول الأوروبية وتخاذل وتراجع شديد جدا في الاهتمام بإدماج هذا العدد الكبير من المسلمين في الدولة. مش بنقول إن المسلمين في ألمانيا والمسلمين في فرنسا وفي أسبانيا وفي إنجلترا يرفضون الاندماج
في الدول، لا، هذه الدول بدأت تتحدث عن الاندماج وأهمية إدماج المسلمين في العملية السياسية والعملية التعليمية والثقافية والحضرية في هذه الدول مؤخرا بعد أن ظهر الإرهاب، وليس قبل أن يظهر الإرهاب. هناك أجيال من المهاجرين الأتراك وغيرهم إلى هذه الدول، والعرب أيضا إلى هذه الدول، لم يكن الاهتمام بهم على مر العصور السابقة اهتمام كافي. رقم ثلاثة، احنا قلنا رقم واحد الوعي، رقم اثنين الاهتمام بالثقافة والتعليم، عدم الاهتمام، رقم ثلاثة زي ما قلنا سرعة اهتمام التنظيمات الإرهابية بآليات وأساليب التجنيد الحديثة ودعمها ماليا من قوى كبرى ومن دول كبرى ومن أجهزة استخبارات كبرى، حتى بدأت تمتلك عتاد وتسليح لا تتمتع به بعض الدول العربية ولا تتمتع به بعض الدول الإسلامية. أين لهذا التنظيم بهذه الدبابات؟ أين لهذا التنظيم بهذه الكاميرات الحديثة لكي يقوم بتصوير فيديوهات أو مقاطع مصورة تصوير دقيق جدا؟ لا، هم طبعا عندهم جهاز إعلامي، يفوق مؤسسات إعلامية مؤسسات إعلامية قومية لبعض الدول. هذه الأسباب الثلاثة هي التي أدت أن يحصل هذا التنظيم على هذه الأعداد الكبرى، بل واستغلالها في كل في خبرته، يعني بيستقطب شباب إعلامي يستخدموه في الإعلام. كل عناصر التنظيمات الإرهابية دي داخلة يعني مشاركة مع التنظيم أو عناصر في التنظيم على قناعة شخصية بما تفعله هذه المنظمات الإرهابية، وعلى قناعة كمان ويقين بأنه اللي بتعمله ده صح على قناعة، ولا العملية برضو داخل فيها تمويل، أو ما أقصدش تمويل، أقصد يعني أنه داخل فيها أن هم يقنعوهم أو يمدوهم بالأموال، بيستقطبوا مثلا جزء منهم يكون في حاجة إلى الأموال. كل هذا وارد، هناك رؤوس لهذه التنظيم تم تجنيدها عن طريق الأموال، وتم تجنيدها عن طريق الإغراء بالسلطة. وهناك شباب مغرر به، هناك شباب حديث الإسلام لا يعلم عن الإسلام شيئا، تم تجنيده عن طريق ناس متطرفة موجودة في أوروبا، موجودة في بعض الدول، بتخليه يؤمن بثلاث موضوعات مهمة: موضوع الحاكمية، موضوع الخلافة، موضوع التكفير. شباب الوعي الديني بتاعه ما زال يعني لم ينضج. شباب زي ما قلت لحضرتك، إما حديث العهد بالإسلام أو شباب مسلم التنظيم بيغرر بوعيه، بيغرر بثقافته. أنت ما معكش فلوس، أنت ما عندكش شغل، أنت مش قادر تتجوز، أنت ما تعلمتش كويس، أنت ما فيش صحة كويسة، أنت ما فيش مؤسسات صحية أو مؤسسات أو مستشفيات بتهتم بحضرتك. ولذلك عندما كنا وما زلنا طبعا في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نقرأ أساليب التجنيد، ونحن كتبنا كتاب عن استراتيجية داعش في استقطاب الشباب، صدر منه عدد، يعني صدر منه الطبعة الأولى والطبعة الثانية والمرصد. كانت هي الدكتور عناوينها استراتيجية داعش في استقطاب الشباب. تكلمنا عن السوشيال ميديا، تكلمنا عن الإغراء بالأموال، تكلمنا عن الاختراق الأسرة في أوروبا، تكلمنا عن إقناع الشباب الأوروبي بأنه شباب لا يستطيع الاندماج في دوله، ولا تقوم الدولة بإعطائه ما يريد، فيتم استقطابه عن طريق هذه المسائل. وتحدثنا أيضا عن الاستقطاب عن طريق التزويج، يعني هناك أكثر من 270 فتاة من ألمانيا تم استقطابهم في عام واحد، 270 فتاة ستتزوجين، ستجدين جنة الله على هذه الأرض، سنقوم بالاهتمام بك، ستجدين الملبس والمأوى من الدول الأوروبية، من ألمانيا فقط 270 امرأة في عام واحد 2017. فإحنا نتكلم عن الأصول اللي رصدتهم، يعني دول من أصول عربية ومن أصول أجنبية، أصولها عربية وأصول أجنبية. لكن عشان كده بقول لحضرتك الموضوع بس مش موضوع أن شاب مقتنع بفكر ديني متطرف، الموضوع كمان كيف استطاع هذا التنظيم أن يغرر بعقلية هؤلاء الشباب. علشان كده لما بنجيب مثلا مجلة من مجلات داعش اللي بيتم نشرها أونلاين على الإنترنت، على فكرة داعش بتصدر أكثر من 18 مجلة بعشر لغات، وما زالت هذه المجلات إصدارات دورية منها، يعني وهي خطيرة جدا،
حقيقة يعني. المجلات دي احنا بنبص المجلة دي رايحة فين، مكتوبة بالألماني ولا مكتوبة بالإنجليزي ولا مكتوبة بالعربي ولا مكتوبة باللغة السواحلية للأفارقة ولا مكتوبة باللغة الأردية لمسلمي باكستان، وبنلاقي طريقة الكلام مختلفة. هو مش بيكلم الشاب العربي زي ما بيكلم الشاب الألماني خالص. لما بيكلم الشاب الألماني كل واحد ليه مدخله يعني. طبعا بالضبط، لما بيكلم الشاب الألماني بيقنعه أنك لن تستطيع الاندماج في هذا المجتمع الكافر. لما يكلم الشاب العربي بيقول له نحن هنا نقيم الخلافة، خلافة الرسول وخلافة عمر، الخلافة العادلة التي ستجلب الأمن والأمان لهذه البلاد والاستقرار. لما بيكلم الشباب في قارة أفريقيا أو في حتى في جنوب شرق آسيا بيكلموا عن الحكومات الكافرة، عن الاحتلال الأمريكي، الاحتلال الصهيوني، وأن دولة داعش أو دولة الدولة الإسلامية في العراق والشام هي التي ستقيم هذه الخلافة وهكذا. وبالتالي بنجد خطاب مختلف. هم لديهم آلة إعلامية قوية، أي نعم هذه الآلة أصبحت تترنح بعد سقوط التنظيم في كثير من المدن السورية إن لم يكن معظمها، مثل الرقة مثلا وهي كانت مدينة الإنتاج الإعلامي للتنظيم. نعم اهتزت هذه الآلة الإعلامية. وبالمناسبة مرصد الأزهر كان أصدر دراسة في جزئين في أواخر 2018 عن الآلة الإعلامية لداعش، هل ترنحت أم لا. وتكلمنا عن اهتزاز كبير في الآلة الإعلامية لداعش، لكن من الإصدارات العربية ما زالت تصدر حتى الآن، وهناك إصدار مشهور لا أريد أن أتحدث عن اسمه علنا في التلفزيون، لكن هناك إصدار يصدر كل يوم خميس مثلا آخر اليوم. طب هل كل الإصدارات أو كل الآلة الإعلامية منصبة في منصة صريحة زي ما حضرتك بتقول، ولا مع ترنح التنظيم بدأت أنه يبقى فيه مواقع ظاهريا أو ظاهرها مواقع عادية قضايا اجتماعية ولكن باطنها برضو بيتم من خلاله تجنيد الشباب؟ هي في الغالب ليست مواقع رسمية. المواقع الرسمية إن ظهرت بتقوم الدول بحسها، مش رسمية بس هو بيبين كده من إيه، من عنوان من اسم المشكلة أعمق. المشكلة في من هم مقتنعون بفكر هذا التنظيم ولديهم حسابات كثيرة على فيسبوك وتويتر وعلى إنستغرام. تويتر في 2016 أغلقت 150 ألف موقع، 150 ألف حساب على تويتر. بعدين في 2018 اكتشفت يعني ان المواقع دي تابعة لتنظيمات إرهابية، لا تابعة لأشخاص يروجون لفكر هذا التنظيم بشكل عمدا أو بغير عمد. بشكل عمد إن هو داعشي بيروج لهذه الأفكار، أو بشكل غير متعمد أنه مقتنع بفكر ديني متطرف ما يوافق هذا التنظيم فبينشره. في العام التالي 2017 أغلقت 350 ألف حساب، 350 ألف حساب على تويتر بس، ده أمر خطير جدا. عشان كده مش بنقول مواقع داعشية، بنقول مواقع داعشية، مواقع أعضاء داعش أو مواقع تابعين لداعش. ممكن يفتحوا حسابات تانية بأسماء طبعاً ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل. علشان كده تويتر، جوجل، يوتيوب، فيسبوك في 2017 و2018 سنوا قوانين لإغلاق هذه الحسابات، بل إن يوتيوب عملت برنامج لكشف الفيديوهات المتطرفة. مرصد الأزهر على فكرة مرة يوتيوب أفلنا فيديو لأنه ظن أنه فيديو داعش، إحنا كنا بنصحح معلومات قالتها داعش. فلما لما لما يوتيوب شافت كلمة داعش وشافت صور عشان صور حقيقية عرضنا صور فقفلته. وطبعا تم التواصل مع اليوتيوب إرسال بعض الرسائل وتم تفادي الأمر. لكن زي ما قلت لحضرتك، سواء جوجل أو فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب، في مكافحة ما أو في برامج ما أو في خطط ما أو مشاريع بتقوم بها هذه المواقع لغلق الحسابات وإيقاف. ودي حققت نسبة كبيرة من النجاح، حققت نسبة كبيرة جدا من النجاح. ومع الحملات العسكرية أيضا التي تشن ضد التنظيم في سوريا والعراق، ومع سفر كثير من رؤوس هذا التنظيم سواء إلى ليبيا أو الفلبين أو جنوب شرق آسيا أو حتى إلى الصومال وإلى كينيا، بدأت تهتز هذه الآلة الإعلامية، لكنها موجودة للأسف. حتى وإن كان اهتزت هزاز كبير. يعتمدوا يا دكتور على التسويق، يعني على التسويق عبر شبكة الإنترنت، لأنه لما تيجي تعمل سيرتش مثلا على أي موضوع قد يكون لي جانب تفسيري أو جانب ديني شوية، بيظهر لك بعض المواقع اللي هي برضو في النهاية أنت مش عارف المواقع دي أصلها إيه أو إلى أي مدى هي موثوق فيها. أي حاجة بقى، النور والأمل، الرحمة، يعني بتترسلك كده شوية مواقع أنت مش عارف أصلها إيه. بالضبط للأسف.
هم بيستخدموا المواقع دي. والمواقع دي في عدد كبير منها بيقولوا احنا مش داعشيين، لكن هم بيروجوا لنفس الفكر، تكفير الآخر، لا تهنئ مش عارف غير المسلم، تكفير الحكومات، إن الحكم إلا لله، وهكذا. الخلافة يجب أن تقوم، يجب العمل على إقامتها. أفكار كثيرة جدا متطرفة، أفكار كثيرة جدا تدعو إلى الكراهية والعزلة تحت مسمى موقع مش عارف، أنا مش عايز أذكر أسماء، مش عايز أقول موقع الرحمة مثلا. أنا كنت بقول على فكرة، أنا كنت بقول أسماء كده يعني بالضبط، على مش قصدي أسماء بعينها. تمام. لكن هو هذه المواقع يتم يعني دعمها ماليا بشكل غير مسبوق حقيقة إلى الآن. حتى الآن طبعا، حتى الآن. لأن في دول اللي بتدعمها، في دول بتدعمها، وفي أشخاص بتدعمها، وفي أشخاص مقتنعين بهذا الفكر، وهذه الأشخاص يلعنون داعش ويلعنون طالبان، وهم يؤمنون بهذا الفكر أو ببعض هذا الفكر. نحن حقيقة في الأزهر، أنتوا عرضتوا تدريب الأئمة اللي تقوم به المنظمة العالمية، وهو سلسلة من كثير من التدريبات أو البرامج التدريبية التي تقوم بها المنظمة، وهي سلسلة ناجحة جدا ونحن في حاجة إليها بالفعل، لأن الأئمة الذين يقفون على المنابر يجب أن يعلمون أن الخطاب الديني الآن يجب أن يوجه صوب بعض المسائل والموضوعات بشكل مباشر، وسريع، والكف عن الموضوعات التي لا تلعب دورا في حياتنا. نحن الآن نعاني من مشكلة معينة، مشكلة التطرف الديني، تطرف في الوعي الديني، يجب أن يكون هناك اهتمام بها عن طريق تدريب الأئمة على مواجهة هذا التطرف. الإمام بيبقى واقف على المنبر بيتكلم بشكل إسلامي وسطي، الناس بعد ما بينزل بتقوله لا أنت قلت كذا، لا إزاي ده الرسول مش عارف عمل إيه، ده ليه إحنا ما نحاربش دولة، ليه إحنا نهنئهم، ليه كثير من الشعوب التي عانت لعقود في الماضي من تخلف الدين، تخلف الوعي الثقافي العام والتعليم حتى، ما زالت تناطح وتناقش في مسائل. أنا أرى أن هذه الشعوب أو هذه المجموعات البسيطة هي مغلوبة على أمرها، لأن هذا ما تم زرعه في أدمغتها على مدار سنوات ماضية، حتى عن طريق إمام المسجد المؤمن بهذه الأفكار، إمام المسجد الذي قرأ لبعض الأشخاص المتطرفين، أو الذي هو اقتنع بآرائهم الدينية، أو إمام المسجد المتمسك ببعض النصوص أو بعض الآراء التي من المفترض أن تكون حبيسة مكانها وحبيسة زمانها، أو ببعض التفسيرات، لهذه النصوص، تفسيرات قديمة، تفسيرات لا تصلح لهذا العصر، تفسيرات كانت في عصرها تفسيرات جديدة. لماذا لا توجد تفسيرات جديدة الآن لهذا العصر؟ تواكب المتغيرات العصرية، تنأى بنا عن خطاب الكراهية، خطاب العزلة. لدينا كثير جدا من النصوص الدينية في القرآن والسنة شاهدة على أن هذا الإسلام إسلام منفتح، إسلام مفكر. مش عايز أضرب أمثلة، لكن أنا مضطر أقول أن أسماء بنت أبي بكر أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أمي مشركة، قال لها صلي أمك. دلوقتي إحنا واحد بيجي بيقول لا، يعني بيلوي عنق النص ويستخدم نصوص في القرآن يدفع بها الشباب إلى من حكم عليه هو بأنه كافر، ومن حكم عليه هو بأنه مشرك، ومن حكم عليه هو بأنه غير مسلم. كده هو حكم على فلان أنه غير مسلم، حكم على فلان بأنه مشرك، وبالتالي طالما مشرك ما نكلموش. وبعد كده يتطور الأمر إن إحنا نعتزله، وبعد كده يتطور الأمر إن إحنا نقتله بقى، وهكذا. فتحول التعصب إلى تشدد، ومن التشدد إلى التطرف، ومن التطرف إلى الإرهاب، ومن الإرهاب إلى سلاح عقلي مدمر لبنية تحتية تعليمية وثقافية ربما نحتاج إلى عقود وقرون حتى نعيدها. يعني طالما الموضوع جه تدريجي يجب أن يصحح بالتدريج، يصحح تدريجيا. حضرتك، مؤتمرات مكافحة الإرهاب، أول مؤتمر أو أقدم مؤتمر لمكافحة الإرهاب كان في جنيف سنة 1937، وكان اسمه مؤتمر منع وقمع الإرهاب. سنة 1977 مؤتمر الأوروبي لمحاربة الإرهاب. سنة 1989 المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب. عارف حضرتك إحنا إزاي إحنا حتى في مكافحة الإرهاب بتتطور مفاهيمنا من منع وقمع لمحاربة، في الآخر اكتشفنا إن إحنا لازم نكافح بالفكر بالعقل. ده الفرق بين تفكيرنا سنة 1937 في الإرهاب
ازاي نسيطر عليه، وب 1989 ازاي احنا نكافح الارهاب. وكلمه مكافحه بتشمل كل الوسائل، سواء مكافحه عسكريه، مكافحه تعليميه، مكافحه ثقافيه، مكافحه دينيه، او حتى مكافحه اقتصاديه. يعني تكثيف منابع الارهاب يجب ايضا ان تاخذ في عين الاعتبار، وهذا ما اكد عليه شيخ الازهر اكثر من مره، على ان من يبيعون السلاح لهؤلاء الارهابيين يجب ان يتوقفوا، ويجب ان يتم مواجهتهم. الموضوع مش تجاره، يعني اللي بيبيع السلاح ما بيهموش يبيعوا لمين، مين اللي بيبيع السلاح، هو بينشر، هو عايز يكسب فلوس وخلاص. للاسف الناس بتهون طبعا من 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 هذا الموضوع، بيقولوا شوف احنا بيتكلموا عن تجاره السلاح وسايبين الدين. لا، هذا موضوع مهم ويجب ايضا التركيز عليه. الرئيس عبد الفتاح السيسي في مره قال، اتكلم عن الذين يمولون الارهاب، ده اكتر من مره، اكتر من مره، وده امر خطير جدا ان يكون في دوله مواجهه الدول اللي بتمول الارهاب. يبقى انت بتحاول تكافح الارهاب عن طريق المؤسسات والافراد، وفي دوله بتمول الارهاب، فهذه كارثه في حد ذاتها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفضيل، عضو مركز الحوار بالازهر الشريف والمنسق لمرصد الازهر لمكافحه التطرف السابق، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. بسرعه جدا هنروح لإيمان منصور تستعرض معكم اخر واهم الانباء.